بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أفرميه: ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. موت من؟ كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. أما أشنانيا كلازم خبر بيشكو إلى سر مبتدع. الموت مال لهند شنا لازم مبتدا بيش كوي لهند شنا مخيري ولهند شنا لازم خبر بيش مبتدا بكوي هرچن عكسي حالتي طبيعي شا افرمي مصنف اشاره كلم شعرانا بو قسم السيم اوش او بشي كلازم واجب اي ما خبر بيش خين بسر مبتدا كر بسر باوكا بيش كوي ليرا تنيا چوار شواني بو بيان كردون. يكم لو چوار شوانا فرمي اگر مبتدا كان نكيره بو ومسوغه كشي نبو اخر مبتدا اگر مبتدا انك اگر نكيره بي نابي مبتدا بي الا مگر نكيره كي موصوف بي. اگر نكيره موصوف بي وكو رجل قصير عندنا قيناك او قيناك چونك نكيره موصوف هالا استي معرفه جاء عمل النكيري بي كمسوغي نبي مسوغي يعني حالتي كريقي بدا كبيش بكوي اگر نكيري كي آوابو لم حالتا لازم خبر بيش كوي مبتدا دواب كوي چونك مبتدا بي معرفة بي اگر نكيري بو نابي بيش بكوي والخجاء لحالتك كمبتدا كان نكيري بي ومسوغي شي نبي كبيش بكوي وخبرك الظرف يا جار ومجرور بي وطمان جار ومجرور والظرف كسبوي نيه بل اللي وعدامانيشن بكيف خيانا لك وعدانيشن نحو عندك رجل إسا عندك جار ومجرور عفو الظرف ومضاف إليه وخبر مقدم رجل مبتدا مؤخرة لو تاني رجل نكيري ومسوغي شي نيه كبيش بكوي يا في الدار امرأتنا وجار مجرورة لم حالتنا واجب خبر بيش بكوي ناتو أني بلي رجل عندك يا امرأة في الدار لبرو النحات كوبونة و نحات عرب عرب جدارة ما بس نحات هنا عرب ايش بعدين شن تي ازاني فقيرة كوبونة وتوال لسر منعي اما باش برام ايه ده كليا اخي يعني هو كله يعني هناك انا كلنا بي مبتدا بي اصلا مبتدا بي معنى اذان كي بس هو يعني ابي في توخ وغلطني امراه في الدار لتفرع نحات وعلى انه وهات وينه قاعده بلا شيء يعني ناتواني تو مسوي هنا كي بداني الا تجي بداني بلى باش ابرام بلى هر بمايك دون المصنف لرا قواعد كان بيان نكر دو زور كاد مصنف لبري قواعد نمونه نتو او خير من بيشتريش وكو عندي درهمون ولي وطر وطر حاجته هل احمد علي وطر حاجت يعني من بيستيك مهيبه وفلان كسبه وشينا بله ولي وطر او البيت يعني تاكو تاي بيتك اگر نكيرك مسوغه كي هب وايتواني بك مبتدا قيناك وكو رجل ظريف نو نكيريك موصوف دروس بيت مبتدا چونك نكيري موصوف وكو معرفة واي عندي رجل اتواني بلاي رجل ظريف عندي اتواني عكسي كيتو بلاي عندي رجل ظريف نصر شيء وطبيعيك حالتي دوها موتاني مبتدا كا ضمير كتابه او ضمير بقرته بو سر شتي لسر خبرك شتي لرا او على شيء او يسال دوها في مانا لي لشعرك واي نوتو لشعرك علي اذا عاد عليه مضمر واتا اقر قرايا و بو سر خبرك
عليه بوسر خبرك مضمر مضمر مما به عنه مبينا يخبره لشونك وبويا قرايو كأم خبر اللي دعوت ألا متدعك ضميني كتابو أقرايو بوسر خبرك اعتراض لسر ما أقري ألي أبويا نيوتايا أقرايو بو خبرك شونك ناقرتو بو كل خبرك أقرتو بو جزء خبرك يا بو ملابس خبرك إسألة نمونكات بو الدركوية باش برام كذلك هروها واجب تقديم خبر بكين أجر أو خبر الضمير يبو أجر راية مما يخبر بالخبر عنه لشتيك وبو أجر راية وكوا خبرك لبري أو خبرك خبري لأو أدا لرا خبرك بيش كي مبتداك دواكي شنش لمبتداك ضمير هي أجرته بو خبرك يا بو بشي لخبرك كوابو واجب تقديم خبر بكين هركاتي لمبتداك ضميري أبو أقرأ أبو خبرك خوش رأم عبارة ابن عصفور أأما لأن دكتب كان ابن مالك هنا عيوتي أبو أي وايش نوتا هم عبارة دروزنية شنت ضميرك مثلا لقصيتك عليه في الدار صاحبها ضمير صاحبها بل شو تسر مبتداك لمبتداك وأقرأت أبو خبرك بلام ناقرأت أبو كل خبرك أقرأت أبو جزء لخبرك كدارة خبرك خوي في الداري مجان في الدارية متعلقة باستقره كواب خبرك تانية دارنية استقره في دارة بلام او ضميرك تانية بو دارة قريتو بويا عبارتك بدلنية علي عبارة دروزنية أبي أبو تايا كذا إذا عاد على ملابسه جاء ملابسه ملابس كان لا بردو كمضاف متنيا مضاف إليه كان الله وتوك هي كيا ألين عليه يعني على ملابسه باش برام هروها يعني أموايا في الدار صاحبها شروايا يعني يعني في الدار صاحبها نمونية ترمانية وكتي على التمرة مثلها زبدا او خرما باندازه خوی کری لسر دان او سا عرب و عادت انواع بو کری و خرما بیک و خوار دو باشه برا هر وها بله ام شعرش لو شیوه علی ایها اها بو کی اجلالا اما پیارک با محبوبکی خوی علی علی لی تترسم و نبی لی ترسانه کی وابه لا بر قوة اللي بترسم بل كل ريز اللي أقرم إجلالا يعني اللي ترسانك ريزة ما بكي قدرة ولا بتو ده صلاة بيلا سر من ما بكي قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها بلام همو حبيبه بر بچاوي محبوبك يعني همو محبوبه بر بچاوي حبيبك يعني انتو اگر كسك خوش بيوه او خوش بيسته بر بچاوت پربچاوت تو سیدی که تماشای مناله که بچکوله هیا که تماشای کی حس که هر چایی لی حل نگری من هی پربچاوت ای شاهد کمان ملو عینینا خبره حبیبو متدایه لنا حبیبوها ضمیری هیا که ها که شتو بو عین نه شتو بو ملو عینه شتو بو عین فقط که هم بوجوده که خبره کدکرته اه خوشی اله بله لم حالتا نابي مبتدا نابي خبر دواب كي ومبتدا بيش كي بو شنك او ضميرا كا بيوست با مبتدا كو كا ها كي ها دا قررتو بو عين عينش دا وهو متصل من الخبر عين متصلة بخبرك وبشكل لخبرك اگر بلي حبيبها ملء عين او كاتا او ضميرا ضميري حبيبها اگرتو بوشتك كعيننا او عيننا متأخر لفظة ورتبة دا هو بيوتر اضمار قبل الذكر لفظا ورتبة جائزني إسا رتبة خبر لدواوية وانيا خبر متدار رتبة لبيشوية خبر لدواوية ام جاء هل بواقع إيش لدعوه أقل من بلام حبيبها ملء عيني هل بواقع إيش لدعوه أي ضميري حبيبها بو شو شد شتو بو دشتفان نظني بو شو شد لبروا أبي أوشتكتو ضميرك بو أقلتو يا أبي رتبك إلا بيشو بي يا أبي لفظك إلا بيشو بي يا أبي هر ديان لبيشو بي قيناك رتبك إيش لدعوه لفظك إلا بيشو بي قيناك
اي بابا ام خلافته لراب ومني بيانكي علي قطعا اما دروز نيا اي خو علماء النحو لا ضرب غلامه زيدنا خلاف يعني هي اذا ضرب غلامه زيد بحشة ذا غلام هي غلام هو شتى ابو زيد غلامك اي زيد تايل زيد ضرب غلامه غلامه فاعله هي كشتى ابو زيد ده زيدن متاخر لفظا ورتبه اي بول لي خلاف يعني هي عندك لا دروس وعندك لا دروزنيه اي بول لي راه قطعا دروزنيه او خلاف ايش بين ابو يره مع شبرام على ما ان الضمير عائد على متاخر لفظا ورتبه ضرب غلام زيد بل عم لم يجد خلاف فيما اعلم في من اي صاحبها في الدار اما ام نموني إيه ما صاحبها في الدار خلاف ثاني هم يعني بجار لن دروزني عبا وكو ما عندك الشيخ بيقال بس كم سكين الشرقي تي برا ايوانيا نعم اشتوى ايه اللي فما الفرق بينهما فرق شيء وهو ظاهر اما الظاهرة يعني اما كوا فرق لبين ام دعنا يا ام مسألة بو فرق هي لبين انا اشتكي ظاهرة فليتأمل بابير اللي بكده توا فليتأمل بابير اللي بكده توا بيلك شيء خوشي بيمانا لي عليه والفرق بينهما فرق لبين أم دون منا أن ما عاد عليه الضمير ما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا إذا سيدك ضرب غلامه زيدا ضرب عامل لغلام شاك فاعل كيتي عامل لزيد شاك مفعول كيتي دي هي غلامه جتبو زيد عامل هردو كان عامل لغلامه شو زيدا اشتيا هر ضربه قيناك ما دام عاملك يعنيك توسعتي دروسة باشا برام بلا مسألة في الدار صاحبها وانية صاحبها صاحب مبتدايا عملي كدولها شنج صاحب مضافه ها مضاف إليه كوابو عاملي ها تيا صاحبة أي عاملي صاحب تيا معنوية شنج مبتدية مبتدايا أي بابا في الدار عاملة كي تيا في الدار دار عاملك حرف جر كي عاملك ان جواز لبروش تي وانا بلا بل صاحبها في الدار عاملك ان اشتشتك مشترك لبين اناني ما شبرام اتر اوا تاويلي كدو انا زانم خافي انك لا شو اتي تقال تاويلي جبو دوزنو بل فان العامل فيما اتصل به الضمير كصاحبها وما عاد عليه الضمير مختلف او بيموت حالتي السيام او تاني خبرك خوي بو خوي صدري كلامي بو هي الا من ناكر الى وهو المراد بقوله كذا اذا يستوجب التصدير يعني مواجب كان مش لا بيشوبي اه نحو اين زيد معكم زيد مبتدا اين خبر اي بو على اين على براب من مبتدا ومخبر من ظرف بو من يدوابكم نال زيد اين بو استفهام صدري كلامي هي هروها أين استفهام أنا كذرفة هروها أين من علمته نصيرا كوا أو أي كمل ببياوي بكو مقدار مزاني كوا مكيمكا هرون بولم أين خبري مقدمة من مبتدا مؤخرا علمته نصيرا أو سليمانا كي كارمان بوني حالتي شوارم أو تاني مبتدا كم محصور به محصور هر هر خوي به بتانيا إنما في الدار زيد تانيا زيد على دار محصورة زيد مبتدا في داري خبر محصورة ما شبرا ما في الدار إلا زيد انت حصرك بي إلا ما بي يا حصرك بي إلا بي فرق تيه ما شبرا هروا أما نمونيج لواني ما لنا حيش تكمان بوني أم إما إلا اتباع أحمد ولا من دعي زيدك أم ولا دعي من حزبك أم ما بابا ما نية أبي هل دعي أحمد كي تو ما شبرا وحث ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما أما باسي وحالتا نمان بوكا كدروستا لهندكاتا حسي خبر كي حسي متدابك يا حسي هردو كابك هيا بشرتي لك شوينكا بي يعلمو بي يعني بزعان ري ما شبرام قرينها بي يعني وفي جواب كيف زيد قل دنيف فزيد استغني عنه إذا عرف هل يقل متداو خبر حصف كريه اگر دليل هبو لسر حصف باوانم
جا دليلك حذفك جواز نيا وجوبنا لم دو بيتا او انا من ببيانك او انا من ببيانك من نموني حذف خبر او تاني من علم من عندكما كيلاتانا كيلاتانا ها تو شلي زيدون تقدير زيدون عندنا زيدون تدا عندنا خبر عندنا خبرك حذف كراوه تقدير يعني قرينه ومثله في راي في رأي أما عليه خلاف تاعي الأخوار حاشا كم خير نص من مجال مني بتعم خير مو شو أنتي شحنا كم خليك توابي أخرجت فإذا السبع فإذا السبع أجر إذا ك إذا اسمي أنا بي إذا حرف أبي يعني فإذا السبع واقف حاضر فرقناك درتشم لقال درتشم سبع إلى بردم ما يعني السبع واقف باش برام يا حاضر قيناك أو سلي راح خبر محذوف قرينا هيا يا أم شعرة نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضي يعني نحن بما عندنا راضون راضون مبتدايا عندنا خبر مقدمة باش برام تقديرون نحن بما عندنا راضون أو تقديرك إيت جاء نموني حذف مبتدات شي برام حذف مبتدا وكتي أو تاني بلين كيف زيدون تويش علي صحيح أي هو صحيح مبتدا محذوفة أقول إشتواني ليرا واجبني أو حسف واجبني إشتواني بلي هو صحيح إشتواني بلي زيد عندنا نمني أما قول تعالى جل جلاله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه أي من عمل صالحا فعمله لنفسه دي فعمله مبتداه من أساء فإساءته عليها فإساءته مبتداه باش أبرام جاري واهيا هر ديان حسف كرين متداش وخبريش شنك دلالتها إلى سريان واللائي إسلمنا المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر أو عدكيان سيمان واللائي لم يحيضنا أو عنش كنا كنتون تحيضوا يعني يشتاعون من عالنا كنتون تحيضوا أو يبشو يئسنا من المحيض أو عنك إلى سروبا جاو تلو أو عنن أو ما يسكانا أو عنش كم من عالن هروك أوان يعني ولا إلى محضنا أي فعدتهن ثلاثة أشهر حذف متداش وخبر كراوة بوش أنت ما قبلك دلالتك على سري بوش حذف كراوة شنك أم دوانا أم متدا وخبر لموقع مفردا بويا وكويق مفرد حذف كراوة والظاهر أن المحذوف مفرد شنك تتخذ لك آواء لواقعة ولا إلى محضنا كذلك يعني ولا إلا لم يحضن بل فعدتهن ثلاثة يعني كذلك هو كويب يشوع باش برام أطفال بصر ولا يئسن والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم أما جوان ترى أزيد قائم تقول نعم يعني نعم زيد قائم باش برام هم توزيش خوينين أي توزيش خوين أقر شحنا كم تواب النبي وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم كرتي أم بيتانك من بو يوم خندو وتاني علي واجبة خبر حذف بكري لا شوانا يا كم شون أو تاني خبرك بو مبتداي به لدواي لولا وهات به لولا زيدون لا أتيتك يعني لولا زيدون موجود باش برام أو محذوفة موجوبي واحترز بقولي غالبا حذفك لي جاري واي للشعر هاتو حذف نكرة أو شاذ لولا أبوك أو اللي حذف كرة يعني لولا أبوك موجود ولولا قبله عمر دي مسلكي لولا عمر قبله اللي حذف نكرة أبو يا بيتا ولولا عمر تاني قبله خبرك يتي وحزمنا كراوه ألقت إليك معد بالمقاليد ألا بابا أقرتو باو كد نبوهي با بيلش نبوهي دير باو كير بيعبو باو كيش با بيلش بيعبو ألا قرأو دو بيعوه لبيشتو نبوهيين قوم معد حمو يعني هرتي مقاليدو منصبو بلو باهي عن دا دستو تو خوتو نبيعي بلان باو كد با بيلهان لبيشتو نعرن تو بيب بيعوه باش برام عمر مبتدايا قبله خبر أميك مصنف بياني كذو بأملم كتابا كحذف لدواي لولا
واجبة إلا بكمين به أو الطريقة هندك النحو كان طريقة طريقة دوهم شيء على حذف لرا واجبة بأبدي وأويك هاتو وألي ولا تيا محذوف نية هل محذوفة أو مؤولة أو ما أو مؤولة إنها محذوفة طريقة سيها ما لباكم خبر يا كوني مطلقة كوني مطلقة يعني ببيع تقييد هر كون بون بون با وجود يا كوني مطلقة يا كوني مقيدة أقول كوني مطلق بو واجب حسب كين نحو لو لا زيد لكان كذا إذا زيد كوني مطلقة يعني أقول زيد نبوايا بكون التي مطلق معناه تايبتيني هل كوني مطلقة أقول نبوايا أما معناه وأنا قبل أن زيد أعزاء نبوايا أقول زيد محسن نبوايا مقيدة بهيش لمعنى كوني مطلق أقول زيد نبوايا أما لرا واجب حسب يمكن باش بران يعني لو لا زيد موجود لرا موجود يا مستقر داعي بلام كوني مقيد إيش معنى أجر كونك كوني مقيد بو يعني دليل هاي لسر حذف يعني أجر دليل هبو وجب ذكره فإنما دل عليه دليل أجر دليل نبو لسر حذف واجب الذكر يمكن نحو لو لا زيد محسن أما لرا كونه بلام كوني مقيد بإحسانه تيجيشتن بإحسانه لولا زيد محسن إلي ما أتيت زيد شاكي لقل عنك دائما أهاتم بلام أقد إن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه وقد دليل هبو دروس إثباته شكين حذف شكين نحو أن يقال هل زيد محسن إليك تشري لولا زيد لهلكت أي لولا زيد محسن تنجي بيش ترمنتما هل زيد محسن معناه وعلي لا زيد محسن لو مقدرة أقد هوس بو حذفك هوس شبو بيانك بلا لولا زيد ومنه قول أبو علاء المعري يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمد يمسكه لسالة أما بعض شمشيرك على الشرع أو نترسا شمشيرك خليك بوار هم يبتوتر أجر كلانك أنا بوار شمشيرك وكو أو الروي فلولا الغمد أبو علاء يمسكه نوتاي موجود فلو للغمدوس لسعلا بلام دير على بل كيش الشعري هنا هاتي امجا خوش الى شرحك على ابو علي معري اجتساد ناكده بالشعري وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب مصنف ام طريقها البزاردو اهل رباب وسنبلا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه اجمعين.